محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، راعي الحفل، وممثلي الدكتور محمد كردي ودكتور عبد الأول محمد، سعادة أخي وصديقي الدكتور سير شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، حضورنا الكريم السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي شخصيا ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى والأمانة العامة واللجان المعاونة، نتشرف بوجودنا معكم على أرض كنانة جمهورية مصر العربية لنحتفي سويا بتظاهرة رياضية عظيمة وهي البطولة العربية 20 لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي يستضيفها الاتحاد المصري لألعاب القوى الذي نعتز به كثيرا. فكنا بالأمس القريب نحتفي سويا في ملعب الجامعة الأمريكية بالبطولة العربية 21 لألعاب القوى للكبار عام 2019، وفي اليوم الخامس من شهر فبراير العام الماضي 2023. أشكر الدكتور حبيب الأرعان رئيس الاتحاد العربي بسماح لنا أن نقيم هذه البطولة في مصر، والبس دي مش هذه البطولة بس، برضه البطولة العربية تحت 30 سنة لتعليقها تقام في شهر 7 من كده على طول. وأتمنى أن نكون يعني شكرا. مرحبا بالوفود، مرحبا بالوفود العربية، إضافة جديدة للبنية الرياضية في جمهورية مصر العربية. طبعا شكرا لكل القائمين على تنظيم البطولة من الاتحاد العربي ومن اللجنة المنظمة للبطولة، وشكرا للشباب المتطوعين وسائل الإعلام على تغطيتهم لهذا الحدث. تمنياتي لجميع الفرق والدول المشاركة الشقيقة تجيب الإقامة وتكون منافسات على أرض دولنا العربية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.